الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأمور أيضا التي نص الفقهاء عليها منعها من قراءة القرآن، فالحائض ممنوعة من قراءة القرآن عند جمع من أهل العلم، بينما ذهب فريق من العلماء إلى أنها ليست بممنوعة منه. إذن صار في المسألة قولان، قول يمنعها وقول يجيز لها. نطلب الدليل ممن ولماذا؟ الجواب: نطلب الدليل ممن منعها. فإن قلت ولما، فأقول لأنه ناقل عن الأصل، والمتقرر عند العلماء أن الناقل عن الأصل مطالب بالدليل. فأين الدليل يا من نقلتنا عن الأصل؟ فقال: الدليل عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض في بعض الأحاديث والجنب عن قراءة شيء من القرآن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال الفريق الآخر: لو أن هذا الحديث صح لكان حجة للمنع، ولكن خذوها مني قاعدة: كل حديث ينهى الحائض عن قراءة القرآن فضعيف. كل حديث ينهى الحائض عن قراءة القرآن فضعيف. وبناء على عدم ثبوت شيء من ذلك، فإننا نبقى على الأصل المتقرر، وهو أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص، ولم يأتي نص صحيح في منعها. فنقول إن القول الصحيح هو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن بلا مس، لأنها بحيضها توصف بأنها محدثة. وقد ذكرت لكم سابقا في قواعد الحدث أن المحدث مطلقا لا يجوز له أن يمس المصحف، فتقرأه من الجوال، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن من الجوال، لأن الجوال لا يدخل في مسمى المصحف لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. ويجوز للمدرسة أن تستمع لقراءة طالباتها وأن تصحح قراءتهن وهي حائض، لا بأس بذلك، أو أن تلف على يدها خرقة، أو أن تلبس قفازا وتقلب ورقات القرآن به، أو أن تقلب أوراق القرآن بعود خلال أو بمسواك أو نحو ذلك، أو أن تجعل ولدها أو صبيا لها يقلب عنها الأوراق. فالمحرم عليها إنما هو مسه لا قراءته. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. عرفتم كيف وصلنا للحل؟ عرفتم؟ ولأن منعها من القراءة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.